أصدر عمرو الجرحي وزير المالية منشورا أمنيا يحظر على العاملين بالوزارة عرض أو طرح أي مشاكل أو معوقات أو بيانات تتعلق بالعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كما تضمن المنشور أيضا عدم نشر أي خطابات أو تقارير رسمية، وكذلك عدم نشر فيديوهات أو صور من داخل مقر العمل، محذرا المخالفين بالمساءلة القانونية. إلى فاصل مشاهدينا، ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة وناس، ومن بعده موسكو تكيل اتهامات جديدة لواشنطن. تابعونا.